فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك في الأسواق ما يسمى بشراب البيرة، يقول: هل هو مباح أم أن فيه كحولا؟ لأن هناك من يقول بذلك. والله أنا ما أعرفه، هم يقولون أنه ما يسكر، البيرة ما تسكر، وأنا ما أعرفها، ما أدري عنها ولا أفتي فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.